السلام عليكم، تحياتي للجميع. خالد الراشد معكم، ابو طه. كانت هلا انا طلعت على اساس الشمس ضاربه، كان شو بدي اقول لكم، حراره نار. هلا نحن بعز الصيف، بعز الصيف كبس الدنيا شتاء بكادوش. هذا انا صار كل مي، هي كل مي شايفين، هي نحن بعز الشتاء. وانا كمان جناحه مني عم بمشي تحت الشتاء لاني بدي امشي. قلت هلا بدي بلش اول يوم على اساس رياضه. شايفين محل الطقس، ها شتاء كانت الدنيا شمس حرارة، يعني شو بدي اقول. هلا من الحرارة عم تشتي، بكادوش الدنيا هلا بكادوش، مش عارف شو بدي اقول يعني. بس تخيل اللحظة، قلبت قرف. هاي شغلة انا ما حبيتها هون، الطقس ما في اي نوع من الطقس حلو هون، يعني بعز الصيف شتاء. هي هون ما بعرف اذا مبين واضحه، بس على التليفون ما مبين نقط المي عم تنزل مثل حبه الثلج. ما في هلا، ها سواني، هاي سواني صارت مي. سلام.